تواصل مملكه البحرين تسجيل انخفاض ملحوظ في اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا وزاره الصحه اعلنت في اخر احصائيه لها تسجيل 63 حاله قائمه جديده منها 19 حاله لعماله وافده و36 حاله لمخالطين لحالات قائمه اضافه الى 8 حالات قادمه من الخارج في حين لم تسجل اي حاله وفاه خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 66 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 618 حالة